تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول في غيليزان من تفكيك ورشة سرية لإنتاج وتعليب ملح الطعام المغشوش. العملية جاءت على إثر معلومات وردت حول نشاط ورشة سرية لإنتاج وتعليب ملح طعام مغشوش باستعمال وسم وشركة وهمية وباستعمال مواد تنعدم فيها شروط السلامة وتشكل خطرا على صحة المستهلك، حيث تم ضبط كمية معتبرة من ملح طعام المغشوش موجه للتسويق المحلي قدرت ب 119 طنا. تفاصيل هذه العملية في ميكروفون حمزة زروقي. اكتشاف ورشة في إنتاج وتعليب وتسويق مادة الملح بطريقة غير قانونية، واحد بداخلها على كمية قدرت ب 119 طن من مادة الملح المغشوش. هذا بعد الاستغلال الجيد للمعلومات والاستعانة بالخبرة، تبين أن هذه المادة المضبوطة تنعدم فيها كل شروط والمعايير التجارية، حيث تشكل خطر على صحة المستهلك.